صبري ولا مالك يا بحر كم شط راح مرسينا بقلونا ضعنا في ليلك سنين والحزن رجعنا ضعنا في ليلك سنين والحزن رجعنا كل الجروح القديمة لسه بتوجعنا يطف أوجعنا يا نبتديها كمان يا نبتديها كمان ربي الحزن فين هو مين أرباب بحرك مظالم ليه وكم نهار غرقان يا مركب الحق هنا سكة رجوع اتفضلي تحبيت بيه شيلني نعم شيلني زي ما شلتها شلت مين اللي اسمها عبره بنت خالك هي اللي قالتلي ان انا شلتها شلها قطرك ونعم ايوه هي عشان تغيظني حكيت لي على كل حاجه بالتفصيل بالايه بالتفصيل ايوه بالتفصيل يلا بقى شيلني يا جوزي يا حبيبي مش توفروا عليا التعب اللي ملوش لازمه ده انتوا ما بتفهموش اسعار اليورو وانخفاض الدولار وتراجع العملات تراجع العملات تذبذب اسعار العملات الاجنبيه وخاصه دور الدولار واليورو بين الصعود والهبوط وتسبب في حاله الترجاب ورغي رغي سيبك من الكلام ده دلوقتي قولي لي بس المهم الجنيه المصري بقى بكام دولار وانا ايش عرفني بس انا بعدين انا تعبت قوي وروحي طلعت ولازم اشرب العصير عشان ارتاح طيب خلاص خلاص هي العملات بتتعب كده سيبك منها واقري لي حاجه تانية يا بنت ركزي ركزي رجل أعمال يطالب بإغلاق دور العرض لمدة 3 سنوات عارفه أعرفه من أيام شارع محمد علي وعارف اسمه كمان اسمه إيه إبراهيم مش فاكر بس فاكر إنه كان حرامي بقول لك إيه سيبك من الأخبار دي خش على صفحة الحوادث وبلاش الروشة اللي أنت فيها دي شوفي لي حادثة تكون كويسة هادية كده ما تقلقش الواحد قبل ما ينام يلا أنا مش عارفة أبصر ديك إزاي يا إبراهيم بيه كل مرة لك خبر تقولي إيه بيه كل مرة أنا مش عارفة أعمل لك إيه صباح الخير يا بسام يا بيه كويس إنك جيتي يلا أنت متشكر أوي متشكر يا عزة اتفضلي يا بنتي كتر خيرك بس أنا مش همشي من قبل أشرب العصير اشرب العصير براحتك براحتك هنيا بالهنا والسيف يلا 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 خير يا بسام يا بيه لازمته ايه يا بابا بنت زي دي تخش وتطلع قدام الناس نعم يا اخويا نعم يا عين امك لا مش سامع كويس معلش اصل ابوك ودانه تقلت وسمعه بقى على قده فعايز تقول ايه بالظبط فهمني يا بابا شكلها مش حلو تخش وتطلع قدام الناس يعني انت مش عاجبك شكلها ولا في حاجه تانية مش عاجبك عشان افهم انا مالي ومال شكلها انا بتكلم على شكلنا احنا ساكنين في حته كلها قصور وفيلل لاهم ناس في البلد هيقولوا ايه لما يلاقي واحده زي دي داخله خارجه الفيلا عشان تقعد مع ابراهيم بيه على حمام السباحه اولا يا سي بسام باشا
الفلل اللي حواليا كلها دي فيها اصحابي من قديم الزمن، اللي كان حرامي واللي كان نصاب واللي كان بلطجي، يعني الواحد ما يتكسفش منهم. ولا ياسي بسام، ما هو اللي على راسه بطحة بيحسس عليها، ولا انت في راسك حاجة تانية وعايز تقولها وعمال تلفلف وتدور حواليها، ولا عقلك قالك ابويا قاعد ومروق وفي حاله اما اخش عكنن عليها عشت وقلق راحته؟ في الاخر كده يا بابا، البنات اللي عايشين في بيئة زي دي مفيش حاجة في دماغها غير الشر والاوانطة، هتحسبها اوام وتقول لك ده راجل عجوز ومليونير وعايش في قصر طويل عريض، هتلف عليك شوية وتمثل شويتين الدلع والحنية، تبص تلاقي نفسك في ورطة. انا خايف عليك من الاشكال دي، وادينا اهو جبتها لك على بلاطة. تصدق بقى يا واد يا بسام ان انا ما فكرتش من الناحية دي خالص؟ على العموم يا ابني انا بشكرك على النصيحة دي، بس حسك عينك تنصحني تاني، والا قسما عظما ارميك في البسيم ده اغرقك او اقتلك زي البغبغان الزنجبار. يا بابا يا حبيبي انا مش عايزك تزعل ولا تتنرفز، انا الموضوع كله ان انا بحبك وخايف عليك وعايز صورتك تفضل محترمه لحد الاخر. قول لي صحيح بقى، هو انت اللي قتلت الببغان ولا الببغان مات لوحده؟ قول لي يا بسام، ايه اللي يعدي البحر ولا يتبلش؟ احنا في ايه ولا في ايه يا بابا؟ العجل في بطن امي، امك فوزيه كانت عايشه من خيري، ومع ذلك عمرها ما حبتني، كان بتكلمني من طرطفة مناخيرها، مع إن أبوها كان صرماطي، ولما ربنا فتح عليه عمل فيها فيلا. علمتك أنت وأختك إزاي تكرهوني، وأنتوا عايشين على خيري وبتركبوا عربياتي وبتاخد فلوسي، وعمركم ما حبيتوني أبداً، وأنت وأصحابك كنتوا بتتمألزوا عليا، ولا فاكرني نايم وفي الفاسكونيا؟ فاسكونيا؟ انت بتجيب الكلام ده منين ولا بتسمعه فين يا بابا؟ الناس يا ابني اللي عايشين حواليا وبيحبوني اكتر منك، نصحي ورزق وغيرهم، او انا اللي غلطان ومحقوق لك؟ لا يا بابا ما تزعلش، حقك عليا. بالعكس، انت فتحت مخي على حاجات كتيره قوي. يا واد يا نصحي. ايوه يا باشا. خد 400-500 جنيه واجري ورا البيت تعزل حقها، قول لها معلش انت مطروده، اصل بسام باشا خايف على ابوه منك. يلا كده انت راضي؟ والله يا بابا ده هو ده الصح، بس اوعى تكون زعلان. لا ازعل ايه يا راجل، يلا استنى. رامورني عايزك تطلع على شارع محمد علي، ها، تجيب الاتنين اللي انا كنت متجوزهم قبل كده، قول لهم ابراهيم بيه عايزكم تجولوا الفيلا، ايوه اول الشهر، عشان هيرجعكوا على ذمته تاني، هتيجوا تلاقيه موجود ومعاه المأذون. وليه تجيب لي نفسك وجع الدماغ؟ عايزهم ليه بس؟ قلت لك هرجعهم على ذمتي، انت ما بتفهمش. حاضر يا باشا، تحت امرك. يلا عشان فوزية امك تدعي لي. عارف لو عملت اللي قال لك عليه ده هخرب بيتك. بسام بيه انا باخده على قد عقله، كلها يومين ثلاثه يومين ثلاثه ليه؟ لحد المغربيه هيكون نسي. بيع قلبك بيع كبدك، شوف الشاري مين، شوف الشاري مين. ولا ولا صحيح، ما محدش في الزمان ده يبيع قلبه ولا كبده غيرك يا غتيت. الله، ليه كده يا رمزي؟ ده انا بردك بسه بتاع زمان. وسع، ده انا جايب لك شويه كباب وكفته كده يستاهلوا بقك. انت راجل مش جدع، تبيع امك وابوك عشان ربع كيلو كباب، وبعدين انت عاوز ايه؟ انا مش نبهت عليك 100 مره ما تهوبش ناحيه البيت ده؟ يعني هخش بيت العز يا خي، يا ده بيت معفن. يعني جبان وخسيس وكمان قليل ادب. يا اخي انا مش عايزك في بيت، انا حر. ياد ما تزعقش قوي كده، لا يطق لك عير، انت لسه صغير على الحاجات دي. وسع وسع. جراه رمزي، انت ناسي ان انا عارف اسرارك انت والصيع اللي بيقعدوا عندك هنا ولا ايه؟ يعني انا لو نازل وقليل الاصل كنت فتنت عليكم من زمان، لكن انا مش كده. انا حطيت المخدرات بس انا عارف ان همام هيطلع منها زي الشعره من العجينه، حاجه وبنقلب بيها عيشنا. انت عارف احنا بنعيش ايام سودة. وبعدين ما تزعلوش،
صاحبكم خلاص. ايه؟ همام طالع من السجن؟ بقاله يجي اسبوع. واتجوز سرايا بنت علي لوز، قصدي الحاج علي لوز. ايه هو ما عزمكوش على الفرح ولا ايه؟ اخس. بالذمه ده كلام. بقى انا لو هتجوز ما عزمش اصحابي وحبايبي على فرحي؟ معلش. بكره تعرفوا من اللي بيعريكم من الراجل اللي بيغطيكم. ازيك يا بس؟ ما تتفضل. ايه ده ايه ده؟ انت مليت استمرت العدوان تراخر ياد ولا ايه؟ عدوان ايه يا بس؟ مالكش دعوه بعبده ولا هتشتغل عليه هو روخر؟ جرى يا اخوانا ايه القسوه دي؟ في ايه؟ على فكره يا ده شوقي انت من جوه مش حلو، بس معلش ربنا يسامحك. امال فين الواد توبه الصعيدي؟ اتجوز يا سيدي، بيقضي شهر العسل بتاعه في السجن، قصدي في البلد. توبه اتجوز؟ اتجوز مين وامتى وفين؟ ايه؟ مش موافق ولا عايز تاخد عليه فرده هو كمان؟ الله، ما بلاش اللون الغامق ده بقى، انتوا هتقعدوا تتسلوا عليا طول الليل ولا ايه؟ صاحبي بطمن عليه. اتجوز عزيزه اللذيذه يا سيدي، بنت حلوه وزي القمر، واول ما شافته دابت في دباديبه. دباديبه؟ لو الواد دوبه ده عنده دباديب ولا بيعرف يحب؟ امال زي الست نعيمه كده، ما وقع في دباديبك ومشغلك نصاب وما بتقدرش ترفض لها كلمه ولا ايه؟ بصراحه يا شوقي اخويا اللي انت بتقوله ده صح. انا كله كوم ونعيمه بالنسبه لي كوم تاني خالص. اصل بصراحه يا اخوانا الراجل هو اللي اخترع المراه، لكن الست هي اللي بتلعب بيها. انا عايزكم تحطوا دي حلقه في ودنكم. اه، ويا ريت الحلقه تبقى دهب عشان بس اقطع لكم قدامكم والهفه. انما ايه يا بس الحلاوه والفكاكه بتاعتك دي؟ قال ايه؟ الراجل اللي اخترع النار والست اللي بتلعب بيها. لا حلوه دي. كنت شهادة خدت الثانوية العامة وتعلمت القراية والكتابة على كبر. قوم قوم افتح شوف مين. قوم نفتح. مين؟ هيمو. ازيك يا رمزي؟ الحمد لله على السلامة يا صاحبي. الله يسلمك. وحشني. وعينك مش جادة. شفا. عدو. على السلامة. حبيبي. كده برضه يا همام، تخش السجن وتخش دنيا واحنا ولا على البال. ويا ريتها دنيا واحده، دول دنيتين. البيبي على ذمته اتنين دلوقتي. خليك انت كده، نق على ده شويه وده شويه لغايه ما ربنا يسخطك فيل، بس على الله يديك قوته. يا اخوانا هو فين توبه؟ مش سهران معاك ولا ايه؟ الله، واحنا مش مالين عينك ولا ايه؟ حسابنا بعدين يا ايمو. بقول لك ايه يا همام، هطلع لك حتتين بروتين وحتتين فاكهه عشان انت عريس جديد، لازم ترم عظمك. البروتين والفاكهه مفيده، جايز ربنا ينفخ في صورتك. وانفخ في صورتي انا كمان يا رب، البروتين ده على حسابي. ازيك يا عم خميس؟ انا هصعد البيع، اتفضلوا. بقول لك ايه؟ اعرفك دلوقتي على حته راجل، انما ايه؟ حكايه. راجل سكر يا همام، طيب وبتاع ربنا. اه، ومتعلم برضك زي حالاتك، وكان زمان بيطلع الاول على الجامعه كلها. يعني ايه يطلع الاول على الجامعه؟ عاوز افهم يعني. ما تدوش على كلام الجدع ده، اديك هتشوفه بنفسك وتتعرف عليه. نتعرف. بس اسمع الاول، سيبك بقى من شندويني والناس الرقش دي، الراجل ده جن، اللعب معاه زي اللعب بالنار. حد فيكم هيعرف اكتر مني في النار؟ يلا. يلا صاحبي. خير يا باشا. اهلا، مساء الخير. يلا بينا نتعشى ونحتفل بزميلكم الجديد. يلا اتفضل يا باشا، اتفضل. على هيمو. اهلا اهلا. ايه بتعمل ايه يا امام؟ مش لزوم تقلع الجزمه يا راجل. اقعد. بتالي بقى كده انتوا عايزين تتعشوا، صح ولا انا غلطان؟ تمام يا باشا. طب دي واحده وارجع لكم. اتفضل يا باشا. بقى دين النبي يا اولاد. ايه ده؟ كل ده موبيليا؟ ده مخزن ده ولا مخزن ايه؟ ده متحف. هو الراجل ده مين؟ واصل ولا ايه؟ ما تفهموني ايه الحكايه؟ شوف يا عم همام، الراجل ده في الأصل كان تاجر خردة، دلوقتي بقى بيتاجر في كل حاجة وأي حاجة. اسمه فاضل، ده غير إن هو عضو في كل حاجة ومتجوز السلطة. ربنا ما يوريك لما الفلوس
تحط ايدها في ايد السياسة، يعني محدش يقدر يهوب ناحيتك ابدا. عين عليك كفاهم سياسة يا محلل اجتماعي. لا انا فاهم في حاجات كتير قوي، بس انت اللي بتكرهني ومفيش عمار بيني وبينك. شو وقت الكلام ده بسه؟ اسمع هيمو، فاضل بيه ده كان عضو مجلس محلي وكمان كان نائب محافظ، ودلوقتي بقى عضو مجلس الانس ومجالس تانية كتيرة، عنده كفة شيء من اول العبارة مرورا بالطيارة والسيارة، سيارة ايه كمان؟ قول 30 40 سيارة. اه والله ناس كتيرة بتحبه وبتحترمه، وناس بتكرهه، ناس بتكرهه ولا تطقوش ابدا. مشهور عند الغلابة عشان مواد الرحمن اللي بيعملها دي واللازم منه. بس جيت للحق، احلى اكل في حياتك تاكله وتاكله هنا، وهو كمان اللي بيعزم على الناس بايديه. يا سلام، يعني يسرق طول السنه وفي الاخر يرمي حته لحمه للغلابه على موائد الرحمن؟ خلينا في مصالحنا يا همام، خلينا نخلص من الغلب والفقر اللي احنا فيه ده. عارفين يا رجاله، انا بكره الفقر قوي، نفسي يبقى عندي فلوس كتير واغتني ومعرفش اعد الفلوس دي. كافه شيء تحلم بيه هتلاقيه هنا. سيبك من اللي انت شايفه ده، ده شويه رقش مخافيه اعظم هيمو. عندك بقى سكر ورز ودقيق وحديد واسمنت واللازم منه، بضاعه من اول 1000 جنيه لغايه ما تتقدرش بثمن. الله 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 الله، انتوا هتلخبطوا الجدع ليه يا جدعان؟ هو ماله مال الحاجات دي كلها؟ الراجل دلوقتي حمله تقيل ومتجوز 2، يعني ما عندوش استعداد انه يدخل السجن تاني، مش كده برضك يا همام؟ بص من الاخر، انت هنا هتتمتع، تاكل اللي عمرك ما اكلته، وتقابل الناس اللي ما كنتش تحلم غير تشوف صورها بس في الجرانين. حط الاكل هنا. تعال يا باشا تعال. يلا يلا شاهد. عندك يا حبيبي. بسم الله كده. بألف هنا وشفا. يا همام ادي ايدك، اوعى تعمل فيها ضيف وتتكسر، العيال دي ما بترحمش. يلا بالهنا. على فكرة يا همام، ليك عندي شغلانة كويسة تليق بيك، وسيط. هي شغلانة جديدة بس مكسبها حلو قوي، ابقى اكلمك عليها بعد. شرف ان انا اتعرف على حضرتك، كان نفسي كده من زمان قوي. وايه ده عاش شندويلي صاحب القهوه لفق لي لمؤاخذه قضيه مخدرات، بس انا طلعت منها الحمد لله براءه. عرفت مين اللي طلعك؟ ايوه، محاميه شاطره قوي اسمها ساره. يعني لوز ما قالكش مين اللي دفع الاتعاب؟ حضرتك كمان تعرف الحاج علي لوز؟ يا سلام، هو في حد ما يعرفوش؟ راجل طيب وامير ويخدم الناس الكبار. على العموم مش ده اللي انا عايزك علشانه، انا عايزك تشتغل وسيط. وسيط يعني ازاي يعني؟ يعني هتوفق بين رجال الاعمال وبين الصحفيين الكبار والوزراء، وهتكسب من الكل. ايوه يا فندم، بس انا بصراحه مش فاهم، يعني ممكن تشرح لي زياده شويه؟ يا همام كل قضيه وليها سكه، المهم الفكره، فكرة انك تشتغل مع فاضل بيه. لا، لو على ان اشتغل مع حضرتك طبعا موافق، انا ابصم بالعشر. هتسافر كتير وهتتنطط، كل بلد هتروحها هتقابل واحد من رجال الاعمال اللي عكم عكمة فلوس قد كده من البنوك وهرب، هتقعد معاه وتحاول توفق اوضاعه، يعني هتحاول تصالحه بقى هو ورجال الامن والصحفيين. شوف ما اقول لك، طول ما انت بتشتغل هتكتسب خبره. المهم بقى انا مش عايزك تلبس الحاجات الكاجوال اللي انت بتلبسها دي،
تنزل المخزن وتختار لك كام بدله من البدل المستورده المحترمه. ايامي كلها بقت طويله، نهار وليل، 15 سنه واكتر. نفسي ابقى ام، نفسي ابقى ام يا بس، نفسي ومنى عيني. وبعدين بقى ما احنا قلنا قبل كده نعيمه، العيله من عند الله والطب برضو من عند الله. هي اللي فتح الموضوع ده تاني يا بنت الناس. هي هفه وهتجيلك كل كام شهر ولا ايه؟ ما انت شاغل نفسك ليل ونهار، بالنهار في شغلك وبالليل شايف روحك ومزاجك وبتاكل كباب وكفته مع الصيع بتوعك، وانا قاعده هنا لروحي اكل في نفسي لا عيل ولا تيل. طب اقول لك، انا مش خارج الليله دي، هقعد معاكي نعمل لقمه طريه وناخد وندي في الكلام مع بعض لحد الصبح. زهقت، زهقت من الاكل وزهقت من الكلام وزهقت من عيشتي. طب عارفه يا نعيمه انا ناوي اجيب لك ايه؟ ناوي اجيب لك تلفزيون ملون كبير قوي، هجيبه لك بالقسط. مفيش اي حد في الحاره كلها هيبقى عنده تلفزيون ده غيرك، هيسليكي ويروقك، مش هتخليكي زهقانه ابدا. عارفه انت بعد كده هتقولي لي اخرج يا بسه وسيبني لوحدي اتفرج على التلفزيون. استر على عبيدك يا رب. مين اللي بيخبط؟ ها سبع ومفتح ومشويش لقلبك يقف. بقول مين اللي بيخبط؟ انا همام، افتح يا رب. خير يا عم همام؟ انت خلاص مش بقيت من رجالة فاضل بيه وترستقت، عايز ايه تاني؟ ايه ده؟ انت متضايق كده ليه؟ انا مش متضايق ومفيش حد يقدر يضايقني، بس مش بعاد يعني تجيلي انت وشلة الانس على البيت. خير يا عم رمزي؟ نعم يا عم شوقي. قوم يخش جوه انت دلوقتي يا نعيمه. اصل احنا كنا رايحين للواد توبه، قلنا نفوت عليك تنزل معانا تروح تبارك له على الجواز، ايه رايك؟ والف مبروك. مبروك عليا يا اخوي. مبروك على التلفزيون الجديد. انت بتتصنت عليا انا ومراتي همام؟ ده صح بردك؟ يا راجل. طب انا اقدر اقفل عيني واقفل بوقي، انما وداني اقفلها ازاي؟ وايه بقى اللي انت سمعته مخليك شمتان فيا قوي كده؟ من اول الايام الطويله وانت طالع. ولا اقول لك وانت نازل، هتيجي معانا عند توبه ولا هتفضل هنا؟ على فكره همام، الكلام اللي انت سمعته ده يعني انا ومراتي ما تقول له حاجه يا رمزي. يا شوقي بتبص لي كده ليه؟ انا مش جاي معاكم عند حد. مبروك التلفزيون يوم دي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأنسة مربح مش كده؟ أيوه. تؤمر بحاجة؟ أنا سرايا يا حبيبتي، وده جوزي الأستاذ همام. يا أهلا وسهلا، تشرفت. ها، عاوزين حاجة معينة؟ أه طبعا، بصراحة كده ومن غير لف ودوران إحنا جايين نتكلم عن رمزي. رمزي؟ رمزي؟ آه استنى استنى، الواد رمزي بتاع الخير. طب وهو لسه فاكرني؟ طبعا لسه فاكرك، ولسه طالب القرب. هو أي نعم حرامي لكن قلبه طيب، ده بيروح البريد ويحط اللي يقدر عليه في شنط الستات العواجيز اللي واقفين في طابور المعاشات، وبعدين لما يعجب واحدة زيك كده زي القمر مش معقولة يعني تقول له اللي معاه قرش يسوى قرش، انت كده هتزقيه على السرقة. وبصراحة بقى الواحد بيشتري راجل مش بيشتري يعني. ما انت صاحبه لازم تدافع عنه. إلا قولي يا أخويا، أنت نشال برضك؟ نشال ده إيه يا ست ميرفت؟ أنا جوزي متخرج من جامعة ومعاه ليسانس حقوق. حقوق؟ أنهي حقوق دي حبيبتي؟ حقوقنا اللي ضايعة ولا اللي بندور عليها؟ كفاية حب بقى، أنا اللي عايزة حب ولا وجع دماغ؟ أنا عايزة أعيش أحسن عيشة. مالك يا أختي طالعالي فيها كده ومناخيرك في السما؟ ده ألف واحدة تتمناه. خليكي كده مستنية العريس الغني اللي هيتجوزك مش عارفة على إيه. ما شاء الله، ما أنا القديمة. أنا الشخشيخة اللي بيلعبوا بيها العيال الصغار. أخيراً خدت بالك إن ريحتها وحشة وجاي تجيب لها ريحة؟
اشمعنى هي بقى تجيب لها ريحه وانا ما تجيبليش؟ انا عايزه انا كمان ريحه. ودي ايه دي ان شاء الله؟ قصه الامس. انت ايه اللي نزلك من البيت اصلا؟ وايه اللي جابك ورانا؟ يا سلام يا اخوي، هو انا ممنوع عليا الخروج ولا ايه؟ هو انت متجوز اتنين عشان واحده تخدمك وتطبخ لك والتانيه تاخدها تخرجها وتفسحها وتجيب لها ريحه؟ احنا مش جايين نجيب ريحه يا ام ريحه. هي ايه الحكايه بالظبط؟ انتوا داخلين عليا بزعبيبكم، ودي ايه؟ نشاله اخره؟ وانت يا اخويا متجوز اتنين؟ ده انتوا عصابه بقى. عاجبكم كده؟ مبسوطين؟ قول لها هي، عاجبك كده يا ست عابله؟ كل حاجه تبوظيها بمخك المقفل ده وغباوتك. غباوتي ومخي مقفل؟ اسم الله عليك يا لوزه يا بتاعت شارع محمد عالي، اسم الله عليك يا حبيبتي ومخك المفتح. اسكتوا بقى وتفضلوا على البيت انت وهي. ولو فتحتوا بقكم في الشارع هتشوفوا عامل فيكم ايه. وانا ذنبي ايه بس يا همام؟ رجعها المنيا بقى احسن، الدنيا بقت زحمه قوي. رجعت الميه في دورك يا بعيد، ايه لها ما توعي ترجع ولا توعي. اخرسي يا وليه اخرسي. خلاص يا ابن عمتي خرست اهو، بس تجيب لي ريحه زي ما جبت لها ريحه بالظبط. غور غور يلا على البيت، يلا قدام. اتفضلي خشي. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. خير؟ في إيه؟ مالكو؟ ياما شوفي لك صرفة معاها، أنا مستحملها عشان خاطرك. يا سلام يا اخويا، مستحمله عشان خاطري ليه؟ هو انا كنت خطفتك وتجوزتك زي الست اللوزه؟ ده انا مكتوبه لك من يوم ما وعيت على الدنيا. اديني قاعده ساكته اهو، مش هفتح بقي احتراما ليكي يا حماتي. احتراما ليكي يا حماتي، شفتي يا حماتي؟ شفتي سواكت مرات ابني؟ جال احتراما جال. اعمل فيها ايه البت دي بقى؟ ولا حاجه يا اخويا، امر الله. استهدى انت كده بس بالله وقول لي هو ايه اللي حصل؟ ابدا يا ام، رمزي عاوز يخطب البت بتاعت محل العطور، خدت صرايا معايا عشان تطمن لها. اتاري عامله ماشيه ورانا وقطران. ما تاخدنيش انا ليه؟ هو انا مش مراتك انا الاخرى؟ امي فز يا بت، خش جوه. قومي يا بت، اكلك مستني يا بت. ماشي يا حماتي، ماشي يا اختي، هجوم. ما انا الحته المايله بتاعتكم، اخش اوضتي واقفل عليا بالترباس. احتراما ليكي يا حماتي. قومي يا بت، قومي. ماشي يا اخويا، ماشي يا اختي. اسمعي كلام ابنك. ثبت العقل والدنيا يا رب. معلش يا حبيبي، تزعلش تزعليش يا اختي منها، هي يعني بس كده زعلانه على نفسها حبتين يعني. وبعدين سمعتك وانت بتكلم عن البت دي بتاع محل الكولونيا دي، افتكرت ان انت رحت تجيب ريحه لمراتك، يعني فيهاش حاجه يعني. انا ريحتي زي الفل يا حماتي، ولو عايزه ريحه مش لازم اخد معايا جوز. امال هتاخدي مين يا بت؟ لا يا حبيبي يا حمش، يعني هاخد منك الفلوس وانزل اشتري لوحدي. طول عمرك جدعه. انا اذنكم هخش الاوضه شويه. قوم يا حبيبي ارتاح، قوم انت خد. انا قوم نحضر الغدا. خش يا حبيبي خش. قوم نحضر الغدا. اللهم اجعله خير. ايوه ايوه. استاذ همام. ايه يا عم نصري؟ هتخليني واقف كده؟ مش هتقول لي ادخل؟ لو حد شافك طالع هنا هنتكشف. هنتكشف في ايه بس يا راجل؟ واحنا عملنا حاجه؟ اتفضل اتفضل. يلا يا بنات على اوضكم. الخدمة اللي عايزها منك انك تدخلني فيلة ابراهيم بيه وتعرفني عليه شخصيا. ايوه بس صعب جدا دلوقتي، الراجل ابتدى يخرف جامد وابنه ما بيسيبش الفيلا، خايف اي حد يخش ياخد منه فلوس ولا يمضيه على ورق. اعمل معروف، ابعدنا عن الموضوع ده. يا عم نصحي، انا مش عايز حاجه، لا همضيه على ورق ولا هاذيه ولا هعمل فيه اي حاجه. امال انت عايز ايه؟ أنا عايز أخش فيلا إبراهيم وأخرج منها من غير قلق. أيوه بس أنا هدخلك الفيلا إزاي؟ شور عليا أنت وأنا أنفذ. إزيك يا بابا؟ أنا عايز أتكلم معاك شوية. إيه مالك يا سارة؟ داخلة زي زعبيب أبشير كده ليه؟ لأني مش عارفة أتكلم معاك خالص، أنا عايزة أسألك سؤال واحد بس.
مراد بيعمل معايا كده ليه؟ مراد؟ زميلي في مجلس الشعب سابقا؟ بابا ركز شويه لو سمحت، مراد جوزي. جوزك ولا جوز جزم؟ وانا ايش عرفني؟ انا تعبت وعايزه اتطلق. اه عرفت، يبقى هي رانيا مرات فاضل اللي كانت بترقص عايزه تطلقك. انا بجد اعصابي تعبت، حاسه ان انا هترجع لي حاله الاكتئاب تاني. ما ترجعلوش، لو الاكتئاب جالك مشيه. خليكي معايا هنا. ايوه عشان تونسيني شويه، انت عارفه الوحده بتموتني قد ايه. عموما اكيد هلاقي حل، ساعتها هسيب البيت وامشي. مش كفايه ان انا مستحمله قرف وجري ورا الستات؟ هو هيبطل؟ فاضل طول عمره كده بيحب الستات. فاضل مين يا بابا؟ واضح ان مفيش فايده. يا ابني الايه؟ يعني مفيش فايده يا ساره يا بنتي. القط كل ما يجري ورا الفار، الفار يزوغ منه. امسكوا امسكوا، اجي امسكه لك. ضربين؟ اسمعي الجايين يا اختي، بعد الشر عليا من الضربان، ان شاء الله اللي يكرهوني. قال قولي لي يا حبيبتي فين جوزي ولا شفطتيه؟ هو انت هتفضلي كده على طول يا عبله، كل ساعه والتانيه تطب عليا زي قوات الطوارئ ولا الجماعه بتوع المجاري؟ ايه عايزه ايه؟ مش ليكي مطرح ولينا جدول ماشيين عليه؟ قال قولي لي يا ست سرية، هو فين بسلامته؟ هو مين اللي فين بسلامته يا ست عبله؟ جوزي يا حبيبتي اللي انت عامله عليه استحواذ. استحواذ ده ايه يا ام استحواذ؟ هو مش جايب لك شقه قاعده فيها انت وعمتك فردوس؟ ايه مش مكفياكوا؟ مش انا اولى بالفلوس؟ انا واللي في بطني. بطنك بطنك فيها ايه يا اختي، غازات؟ لا يا ام دم خفيف، فيها ولد ولا بنت؟ ما يهمش، حامل. حامل؟ بذمتك يا سرية؟ صح حامل؟ من امتى بقى الكلام ده؟ وانتي مالك انتي؟ هو انا هاخد الاذن منك ولا ايه؟ حامل وخلاص، من ساعه ما ربنا ما اراد. واشمعنى انا؟ يا خرابي عليكي وعلى سنينك، امر ربنا. اصل الست لما بتحب راجل بحقه حقيقي تتمنى من ربنا انها تخلف منه، بتبص كده تلاقي نفسها حامل. كده برضك يا همام؟ رديك كده يا ابن عمتي؟ هو في حد في الدنيا حبك جدي؟ هي حامل وانا لا؟ هو ده العدل برضك؟ يا ساتر. ايه مالكم؟ مالكم؟ كان صوتكم عالي ليه واتخانقوا ليه؟ تعال شوف يا حاج علي، تعال شوف بنتك اللي ضحكت على جوزي. ضحكت عليه؟ ضحكت عليه ازاي يا بنتي؟ اسألها، شوف عملت ايه؟ اكلته ايه ولا سجته ايه؟ بقت هي حامل وانا لا. لا حول ولا قوة الا بالله. طب اهدي بس، اقعدي 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 ارتاحي. اكل ايه يا بنتي وشرب ايه؟ ده كله بإرادة ربنا. وبعدين انا ما اعرفش ان سرية حامل. انت حامل يا بنت؟ انا ما اعرفش. انا اصلي يا بابا، اصلي لسه هروح الدكتور عشان اتاكد. سرية اوعي تكوني بتغذيها، الكلام ده ما فيهوش هزار يا بنتي. هتفضلوا تعاندوا بعض كده انتوا الاثنين لحد ما يكرهكم انتوا الاثنين. ايه دي يا عبله؟ ايه دي يا بنتي؟ انت هنا في بيت جوزك وبيت عمك علي. صالحيها يا سرية، ما انت عارفه انه كان متجوز عبله قبل منك. ما يصحش يا بنت اللي بيحصل بينكم ده ابدا. انا مش قصدي اضايقك يا عبله، والله انت اللي دايما مهاجماني وقاسيه معايا قوي، وكل شويه داخله عليا بالزعابيب عامله زي القطر الاعمش. انت عايزه مني ايه بس؟ يمين بالله انا زيي زيك وحاسه بيكي يا عبله. امال فين بسلامته؟ بقاله 3 ايام لحد شافه ولا سمع حسه من يوم الريح ده، حتى امه ما بيتصلش بيها بالتليفون يطمن عليها. همام اتغير يا عبله، كل همه على الفلوس، ليل ونهار قاعد يفكر ويخطط ويدبر، مش قادر ينسى الظلم اللي اتظلم ولا العيشة اللي عاشها. عايز ايه يا همام؟ عايز العدل يا سرية، عايز حقي وحق ابويا وامي. مش قادر ينسى ابوه اللي مات من سنين، من قبل ما يتولد. يعني هو مش جوه؟ ما جاش من امبارح، وما كنتش اعرف هو فين، افتكرته عندك لحد ما طلبني النهارده وقال لي انه كان بايت عند صاحبه رمزي. وانا اجيبه من لسه عادي، دمه تعبانه قوي، وجهت امبارح مرتين ومش عايزه تروح المستشفى الا لما ابنها يجي. حول ولا قوة الا بالله، انا خايف اروح اسال عليها لا تهب في وشي. عموما يا بنتي اول ما يظهر انا هخليه يروح لها على طول. طب انت مش عايزه مني انا اي حاجه دلوقتي؟ لو اتكلم هخليه يروح لك على طول، ولو عايزاني يجي معاكي انا ما عنديش اي مانع. ما تتعبيش نفسك بقى، انت
انتي حامل. سلام عليكم. سلام يا بنتي. مجروح مجروح بس